السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في الدرس الخامس من سلسلة تعليم الفوتوشوب للمبتدئين. وهنبدأ بقائمة image. أول حاجة في قائمة image mood، ودي بنحدد منها إذا كنا هنشتغل RGB color أو CMYK. يعني لو أنت بتفتح الفايل ونسيت تحدد أنت عايز إيه أو اخترت مود غير اللي أنت عايزه، أو بعد ما اشتغلت الفايل العميل هيطبع تصميم، فتقدر من قائمة image تدخل على مود وتغير المود بتاع الفايل CMYK الوان الطباعة و RGB الوان الشاشة. بعد المود في عندنا ال adjustment، احنا هنقف على layer مفتوح. adjustment فيها اكتر من وظيفة تأثر في ال color correction. اول حاجة في قائمة image من adjustment brightness contrast، نقدر نعلي الإضاءة أو نفتح درجة الألوان أو نخلي السطوع عالي. نقدر نخلي السطوع عالي أو نقلله، طبعا دي القيمة العالية على قيمة ودي أقل قيمة. طبعا احنا مش هنغير بقيم حادة كده، يعني هو بيبقى حاجة بسيطة. الكونتراست تعمل تباين بين درجات الالوان، تخلي الفاتح فاتح قوي او الغامق غامق قوي. لو اخدناها لاقل قيمه ده بيخلي الصوره تبهت شويه. عندي كمان الليفلز اللي بيمثل اعلى نقطه في الالوان الفاتحه، وده بيمثل اعلى نقطه في الالوان الغامق، وده القيمه الوسط بين الالوان اللي هو الميد تون. لو احنا عايزين نغمق الالوان بنسحب كده او من هنا، فهنلاحظ ان الغامق بقى غامق قوي، ولو عايزين نفتح بيبقى من هنا، فنلاحظ ان الفاتح بقى فاتح قوي. ونقدر نعمل ده من الميد تون، نخلي الدرجة اللي هي الوسط بينهم نقدر نفتحها او نقدر نغمقها شوية وهكذا. وفي عندي اوبشن اللي هو اوتو، ده بيخلي الفوتوشوب يتعامل هو من غير احنا ما نفكر، هو يديك افضل اوبشن للوضع. في كمان الكيرف، هو تقريبا زي الليفل هنا، ده بيمثل لك الوظيفة بالشكل البياني، بالتمثيل البياني. هنا القيم درجة اللون الغامق وهنا الفاتح. نقدر نحط نضيف احنا نقطة ونغير، يعني الألوان الغامقة هنا لو عملنا كده اهو هيحصل لها تأثير. هنا الألوان الأفتح شوية لو عملنا كده هتتغير، هيبقى فيه تأثير وهكذا. برضو نقدر هنا نستخدم اوتو، والفوتوشوب هو يعمل لنا الخيار الافضل. في اكسبوزر، ده اللي هو بيعلي قيمة الاضاءة قوي او يخلي الصورة باهتة. في عندي كمان الفايبرانس، ده بيعمل تأثير زي تأثير الساتوريشن بس على بدرجة قليلة. يعني هنلاحظ الفرق لما غيرنا على الساتوريشن، نلاحظ ان الالوان بقت الصورة بقت متشبعة قوي، اللون بقى متشبع قوي او رايح خالص. لكن لو اتعاملنا بالفيبرنس هنلاحظ ان التغيير ما بيتمش بشكل شديد، يعني في تغيير بس يعني مقبول.
في عندي كمان البوسترايز ده اللي هو بيساعدنا في شغل البيكسل ارت او الفيكتور، بيكون دليل بتجيب الصورة وتعمل لها التأثير ده وبعدين بتشتغل انت عليها. دي ساتوريت، ده بيشيل الالوان الموجودة في الصورة. في عندي ممكن كولر لوك اب، ده بيدي لك اعدادات موجودة في الفوتوشوب تقدر تستخدمها كأنك بتدي للوحة مية واحدة كلها، وهكذا. كولر بالانس ده بيعمل ايه؟ ده بيعمل يعني لو انا عندي عايزة ازود الاحمر اللي في الصورة بسحب ناحية الاحمر، عايزة ازود عايزة اقلل الاحمر بسحب ناحية اللبني. مثلا لو الصورة كلها متشبعة باللبني وانا مش عايز كده، عايزة اقلله، فبتعامل على الميدتون وعلى الشادو مثلا، هتلاقيها بتغير درجة اللبني في الصورة وهكذا. عندي الهيو ساتوريشن بيقلل او بيزود درجة التشبع للون في الصورة. عندي في قائمة ايمج في حاجة اسمها ايمج سايز، لو انا عندي فايل وعايزة اشتغل عليه ومش وعايزة اغير في الريزوليوشن، اقدر ارجع واغير في الريزوليوشن واغير في المقاس. العرض والطول، هنا لو انا غيرت في العرض هلاقي الطول اوريدي بيتغير معاه لان هما مربوطين هنا باللينك ده. لو انا مش عايز ده يحصل وعايز اغير العرض والطول يفضل زي ما هو، هشيل اللينك ده وهكذا. في عندي كمان image rotation، اقدر اغير التصميم الفايل كله من image rotation. يعني لو عملت مثلا فيليب horizontal كل التصميم على بعضه اتغير، لو عملت من image rotation vertical التصميم على بعضه كله هيتغير. لو انا عايز اخد نسخة تانية من الفايل ده duplicate، اديله اسم واقوله اوكي، هنلاقي في فايل تاني اتفتح وهكذا. دلوقتي قائمة لير، نقدر ناخد لير جديد منها. لو قلنا نيو لير هنلاحظ ان هو ظهر عندي هنا في القائمة، واقدر اعمل كده من هنا اد لير، واقدر اعمل كده من هنا نيو لير دوبليكيت لير، اقدر برضو اخده من هنا نفس اللير اللي انا واقف عليه، لو عملت له دوبليكيت هيجيب لي نسخة منه، واقدر اعمل دوبليكيت لير من هنا اهو دوبليكيت لير. بس بيديني اوبشن ان انا اودي اللير ده في فايل تاني مفتوح ولا اسيبه في مكانه. عندي اقدر اخد كمان لير ستايل. لير ستايل دي الاسهل ان انا بعملها من اللير نفسه، بقف على اللير واتك تكتين في المكان الفاضي ده واقول له اوكي، هتطلع لي الويندو دي لير ستايل. اقدر احط مثلا اي تأثيرات، ستروك عايز احط ستروك، عايز احط اينر شادو، اينر جلو، كولر، الحاجات دي هيبقى لها درس مخصص الدرس الجاي ان شاء الله نتكلم عنها وهكذا.